اللجنة الوطنية اللوهانتا والكاجي كوبو المزاوية الإسكالية والجامعة الملكية المغربية للأيكيدو اللي غيشرف على هذا التدريب الوطني هو الأستاذ الكبير سيغونغ مصباح ميمون. صيفتو مسؤول على هذا النوع الرياضي في المغرب وفي شمال افريقيا. غيكون مؤازر مع طاقم تقني اللي مكون من استاذ بناني محمد حزام اسود درجه ومؤطر برئيس اللجنه اللي هو سي بوجديني محمد حزام اسود درجه رابعه. وانا يا حزام اسود درجه رابعه. كاين بعض الاخوان ما نقدرش نقدمهم لانه اول ما كنعرفهم ما عنديش عليهم فكره. غادي نقدم استاذ حميدو عثماني حزام اسود درجه ثالثه. صديقي من 1982 اللي ما تلاقيت به حتى لهذه واحد اربع شهور او ربما شهرين في قنيطره سي عبد الاله مصباح. كاين الاستاذ نادي محمد تلحي يوسف انا الاخ ابراهيم قالوا بحراره لان هما اللي هيبوا هذه المساله الجو هذا سي بالعوجه محمد باسمي كنقدم المشاركون كاملين. باش ما نكونوش غنبداو بتحية العالم كنتمنى هكا عليه. راه قلت اللي ما قدمتوش يسمح ليا يدخل يقدم راسو، ما عندي ما حابش اسمع كله. قدم راسك، قدم راسك. عماد حمحم. ما عندك حوايج قبل أستاذ داير راه حوايج قادو الصف تحية العلم حافظينا Thank you.
كيس شريب عليك وجديد تحت الحياة ديالي وغادي ندور عندي ندير فيه الماء ياك البروف غادي نفتحهم ار تحيد لي الدور باش يحيد لي الدور تضرب ما مشي بحالي باش ما نديرش شي حاجة شوية عاود شوية تحيد خاطر هو النور كنت هنا ضربة دايزة كنضرب تحت كنطلع كندور مورا كنطلع لين داخل كنطلع شوية كنطلع لين كنضرب راسي